مشاهدينا اهلا بكم معنا وحلقه جديده من برنامج صحتك. عنوان حلقتنا النهارده عن مرض البهاء. يمكن المرض ده في حد ذاته هو مش مرض خطير ومش بيسبب اشياء او مضاعفات كثيره، لكن ممكن يكون بيسبب مشاكل نفسيه لصاحب هذا المرض. هو باختصار خلل في جهاز المناعه اللي بيخلي بعض الجسم او بعض اجزاء من الجسم لونها مختلف عن الاجزاء الاخرى. عن هذا المرض وعن مسبباته وعن كل تفاصيله الحقيقة سعدنا جدا وشرفنا يكون معنا ضيفنا النهاردة أستاذ دكتور حامد عبد الله، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، كلية الطب وجامعة القاهرة. فاصل قصير نرجع لكم تاني مع ضيفنا، خليكم معنا. أستاذ دكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري علاج وتجميل الجلد بدون جراحة، استشاري إصلاح تشوهات الأعضاء التناسلية، واستشاري جراحات العقم والضعف الجنسي. عناوين العيادات: عيادة الجيزة 28 شارع مراد أمام مطرانية الجيزة برج سكاي سنتر، عيادة مصر الجديدة 71 شارع عثمان بن عفان ميدان سفير مصر الجديدة. تليفونات العيادات 0-165-22-313 أو 010-69-27-22-21. يسعدني أرحب بكم النهاردة في الفرع الجديد للعيادة بعد فرع الجيزة، وهو في منطقة مصر الجديدة اللي بيكن لها معزة خاصة هي وأهلها. الفرع ده مهيئه بكل أنواع التجهيزات لكل ما يتعلق بعلاج العقم عند الرجال، وكل ما يتعلق بأمراض الذكورة، وكل ما يتعلق باضطرابات العلاقة الزوجية عند الرجال. وبالتالي مجهزينه ومتعاقدين مع معمل مهم جدا، إن احنا بنعمل كل التحليل اللي تخص الرجل، وكل ما يتعلق بالصحة الزوجية والصحة الإيجابية بتاعته بتتعمل كلها في نفس اليوم بالنسبة لخدمة أهالينا اللي في المحافظات. العيادة كمان مجهزة بقسم خاص للأمراض الجلدية، وبالذات الأمراض الجلدية التي تحتاج علاج خاص، تحتاج علاج دوائي وعلاج موضعي، وتحتاج إلى إشعاعات أو تحتاج إلى ليزر. كل حاجة بتخص الجلد والجمال إحنا بنهتم نعرف إيه السبب العضوي اللي وراها عشان نعالج صح، وبعدين بعد ما بنعالج السبب نفسه بنعالج بقى بعد كده آثار زي آثار الحبوب، لو في تصبغات على الجلد، لو في أي مشاكل بعد كده بنعالج. كمان في قسم خاص بالأشعة البنفسجية لعلاج أمراض الصدفية المستعصية وعلاج الثعلبة وعلاج البهاء. نعالج تساقط الشعر بحاجة اسمها جلسات الخلايا الجذعية، بنمشي على الشعر بطريقة معينة وبسنون رفيعة جدا، بتبقى حاجة غير مؤلمة خالص، بيبقى فيه قبلها بينج، وبعد كده بنحط المواد بتاعتنا اللي هي بتبقى متكونة من الخلايا الجذعية عشان نحفز بصيلات الشعر ونقوي الشعر اللي موجود. بالتالي الشعر لو بيتساقط بيقلل التساقط جدا، ولو في أماكن فيها فراغات في الشعر بتبتدي تتملي تاني، ومع العلاج المستمر والمتابعة بيرجع الشعر كويس جدا ويمكن أحسن من الأول كمان. بالإضافة كمان في العيادة فيها قسم مخصوص لتخسيس الجسم بدون جراحة خالص. عندنا قسم لإذابة الدهون بجهاز الكرايو أو التبريد،
بتشيل الدهون من اي منطقه في الجسم بدون اي تعرض لجراحه او لتخدير. عندنا كمان بنعمل حقن موضعيه لاذابه الدهون في اي منطقه من الجسم بدون الاحتياج الى اي جراحه او الى اي تخدير. عندنا كمان جهاز ليزر لازاله الشعر في الجسم. عندنا كمان خدمات تجميليه كويسه جدا خاصه بالبوتوكس والفيلر. وعلى فكره الاستخدامات بتاعه البوتوكس والفيلر عندنا مش مجرد التجميل، عندنا بوتوكس لازاله التعرق الشديد في الايدين او الرجلين، عندنا كمان قسم خاص لعلاج كل ما يتعلق بالضوافر وكل اضطرابات الضوافر والشعر، لان هي دي ممكن تكون علامه على امراض جلديه داخليه. كمان عندنا لعلاج مسار حب الشباب، الحفر بتبقى موجوده بالذات في الوش، طبعا دي بتبقى مشكله كبيره جدا عند ناس كتيره مش بس بنات واولاد، لان بتبقى علاجها صعب ومش بتروح ولا بكريمات ولا بالعلاجات العاديه يعني. في النهايه بيسعدني ارحب بيكم في الفرع الجديد في مصر الجديده، واهلا بيكم دايما في كل ما يتعلق بخدمات الصحه الانجابيه وامراض الذكوره عند الرجال، وكل ما يتعلق بالامراض الجلديه والتجميل عند السيدات. مشاهدينا اهلا بيكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم صحتك. الحقيقه عنوان حلقتنا النهارده عن مرض البهاق، واللي يمكن ابتدى ينتشر بشكل كبير وواسع، وكيفيه التعرف عليه اكتر، ما هو اسبابه وايه هو اصلا هذا المرض، ونقدر نقي نفسنا منه، ولا دي حاجات ليها اسباب ممكن تكون وراثيه ولا ليها اسباب مرضيه. خلينا نرحب بضيف حلقه النهارده، بشرفني بالحضور طبعا القامه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور حامد عبد الله، استشاري الامراض الجلديه والتناسليه والعقم، كليه الطب جامعه القاهره. اهلا بحضرتك معنا دكتور حامد، مشرفنا جدا لهذه الحلقه بتهيألي المميزه عن مرض مش كتير مننا عارفينه، حتى لو عرفوا اسمه عايزين نعرف عنه اكتر، مرض البهاق. ايه هو هذا المرض؟ طبعا. ولو في انواع منه ما هي انواعه؟ انا سعيد طبعا بوجودي معاك وفي قناه سي تي في مع المشاهدين الاحباء. مرض البهاق ده معناه نقص في صبغه الجلد. الجلد بتاعنا اصلا في الاصل بتاعه هو ابيض زي لون القميص كده. في خلايا بنسميها ميلانوسايت او الخلايا المنتجه للصبغه، باعتبار الصبغه دي اسمها ميلانين. صبغه الميلانين دي بتفرزها خلايا سطحيه في الجلد تدي الجلد اللون المميز بتاعه، حسب بقى وده بيختلف حسب النوع الفصيلة او حسب الجنس، اذا كان نيجرو اسمر او اذا كان يعني ابيض خالص زي بتوع اوروبا، او يعني وسط زينا او قمحي زي معظم الناس في مصر يعني والدول العربيه. فلازم عمليه اللون الطبيعي للجلد ده، دي عمليه اكتف او عمليه لازم تتم عشان تفضل محافظ عليها. هو ده مش اللون الجلد الاصلي بتاعنا. البهاق معناها ان الخلايا دي فشلت لسبب او لاخر هنتكلم عنه في انها تفرز الكميه المناسبه من الصبغه، وبالتالي رجع الجلد للون الاصلي اللي هو اللون الابيض. هو ده يعني السبب الاساسي للبهاق، هي فشل في الخلايا المنتجه للصبغه في انتاج صبغه الميلانين. اسباب بقى ايه؟ اول حاجه نستبعدها، هو مش معدي، ما فيهوش اي عدوى خالص، وهنا يجب ان احنا نتوقف برضو دايما. النقطة اللي بقولها دايما فيما يتعلق بالأمراض الجلدية، إنه الأمراض الجلدية معظمها مش معدي، ومريض البهاق الحقيقة هو مرض غير مؤلم وما بيعملش هرش وما بيتطورش كتير، بس الحقيقة التأثير النفسي بتاعه من أسوأ ما يمكن. وبالتالي يجب إن احنا نحط ده في الحسبان لما بنتعامل مع مرضى البهاق، زملائنا في المدرسة في الجامعة في النادي في الشغل، ان دول ناس مش معديين، فما نجرحهمش وما نحاولش ان احنا ندي اي نوع من القلق او التوتر ناحية البهاء ده، لان ما فيش اي نوع من انواع العدوى منه. وخصوصا من الاماكن المهمة اللي بيجي فيها، ساعات بيجي في اطراف الاصابع او في الايدين ظهر الايد،
في مكان واضح او في الوجه. فكتير من الناس اللي احنا بنهمس في اذنهم النهارده اللي هم مش عندهم بهاء بقى، انه هم لازم يقدروا مشاعر اللي عنده بهاء شويه، انه لا يمكن ان يديله اي انطباع بانه خايف منه او قلقان من انه يعديه او اي حاجه من الحاجات دي، لان هي دي مرض ملوش اي علاقه بالعدوى خالص. امال له علاقه بايه او ايه السبب الاساسي بتاعه؟ هنا السبب فعلا مناعي. المناعي هنا مش بمعنى السلبي للمناعة، مش بمعنى ان هي ما ساعات ما اقول للمريض انت عندك مرض معني يقول لك يعني انا عندي نقص مناعة. الناس دايما مرعوبة من نقص المناعة، خصوصا مناعتي قلت فيجي لي والكورونا، خصوصا مع الكورونا وبتاع. فكانت نقص المناعة دي زائد طبعا في من زمان بالنسبة للناس القدام شوية كان مرض الإيدز دوت اللي هو ما بقاش يعني حد بيهتم بيه قوي زيادة زي زمان. هو نفسه اسمه مرض نقص المناعة المكتسب. فكانت لما تقول عيان أو عيان أنت عندك نقص المناعة كان بيتخض. زمان كان بسبب الإيدز، دلوقتي عشان الكورونا. هي ما فيش نقص مناعة، هي المناعة في الاتجاه الخاطئ، بمعنى انه الجسم ربنا خلقه له كود او شفرة معينة يعرف بيها كل الخلايا بتاعته. وتطبيق العمل كده ان احنا مثلا لما مريض بيزرع كلى بنسمع ان ان الزرع بتاع الكلى فشل. زرع الكلى فشل لان مجرد ما جسم حي او خلية حية دخلت جوه الجسم مختلفة عن الخلية الكودية بتاعته اللي عارف الشفرة بتاع زي الباسورد بتاعت الموبايل كده، لا يمكن الجسم يسمح بدخولها كود. فطبعا الكلية دي بتبقى جاية له من حد تاني، فالجسم بيكتشف ان عنده خلية مختلفة عن الكود اللي عنده، عن الباسورد بتاعته، فيبتدي يهاجمها. نفس الحكاية دي بتحصل لما ببساطة غير زرع الكلى، لما يجي لنا التهاب في الزور تلاقي في شويه بكتيريا بتيجي في الحل، نلاحظ الجسم بيعمل ايه. دي بقى حاجه يوميه بنشوفها، احمرار جامد قوي، تورم، انتفاخ، الم، الغدد الليمفاويه تكبر اللي بنسميه باللغه العاميه الحيل، رد فعل، حراره عاليه جدا. دي هي دي المناعه بقى. دي مناعه ضد بروتين غريب الشفره بتاعته مش مكتوبه مع الجسم، اللي هو البكتيريا اللي جت على الزور. البهاء بقى وزيه بعض الأمراض التانية هنقولها برضه عشان نوضح الصورة، بيبقى الجسم فجأة كده لسبب غير معلوم، قد يكون استعداد وراثي وقد يكون سبب نفسي في الناس القابلين للإصابة، مش أي واحد هيتضايق هيجيله بهاء، يبتدي يهاجم الخلايا بتاعته هو شخصيا سبب غير معروف إلى الآن، ويتعامل معها أنها البكتيريا بتاعت الزور اللي حرارته بتبقى 40 ساعة ما تدخل، أو الكلية الغريبة المزروعة، يتعامل مع الخلايا الصبغية كأنها خلايا غريبة عنه، يبتدي يهاجمها ويدمرها. فلما تدمر الخلايا الصبغية ديت ما تفرزش الصبغة، تبتدي الحتت تبيض. دي السبب الأساسي في، يعني هو ليس نقص مناعة وليس زيادة، هي اضطراب في اتجاه المناعة، يعني اتجاه المناعة اللي غلط. عشان كده يقول المرض مناعي، مناعي مناعة غيرت اتجاهها أو شافت غيرت اتجاهها، لكن مش نقص، مش نقص مناعة ومش زيادة مناعة. هو ده برضه يودينا الحته برضه يا دكتور حامد، ان فكره هل في اشخاص بعينهم اكثر عرضه من اشخاص اخرين، سواء من عرق او من طبيعه او ما الى ذلك؟ في بعض الاراء بتقول انه في، طبعا لازم يكون، يعني في الطب عندنا حاجات كتير قوي، لازم يكون هو اصلا مهيئ للاصابه بيه، او بريديسبوزد بالانجليزي او بالعربي ببساطه مهيئ للاصابه بيه. زي مثلا واحد عنده قابليه للاصابه بالسكر، ده بيبقى ايه؟ ده ما عندوش سكر، ده تعمل له تحليل ما يطلعش فيه سكر، بس يجي على سن اوائل الثلاثينات اوائل الاربعينات كده، لو زود في البسبوسه شويه، في السكريات شويه، تبص تلاقي مثلا السكر بتاعه بدل ما هو 80 120 بقى 125 130. ده نقول له انت عندك قابليه للاصابه بالسكر، ليس شرطا يكون وراثه ولا حاجه، بس هو عنده قابليه للاصابه بالسكر. واحد تاني عنده 80 سنه وبياكل بسبوسه وبياكل عسل وبياكل حاجات كده، ولا وتلاقي السكر بتاعه 80، يبقى ده ما عندوش قابليه للاصابه بالسكر. فهي الاجابه على سؤال حضرتك، هو في ساعات بعض الناس عندها قابليه للاصابه بالبهاء، فمع التوتر النفسي ده عامل تاني برضو،
مع التوتر النفسي اللي عنده قابليه للاصابه بالوباء يبتدي الجهاز المناعي بتاعه يشتغل في الاتجاه الخاطئ يعمل الموضوع دوت. يبقى اذا ناحيه نفسيه عند شخص قابل للاصابه يحصل اضطراب في المناعه. الاضطراب زي ما قلنا ليس نقص وليس زياده، هو اضطراب في الاتجاه، في الاتجاه الخاطئ بس كده يحصل الايه البهاء ده او نقص الصبغه دي. طيب برضو من الحاجات اللي مش فاهمينها قوي او بنشوفها بشكل مختلف ان البهاء بيصيب الجسم في اماكن مختلفه، هل في اماكن معينه احنا بنتكلم عليها في الجسم وممكن يصيبها كلها او يصيب اجزاء منها، ولا دي حاجه ملهاش حدود؟ يعني الاماكن الـ يعني هو ممكن يصيب اي مكان، بس هنا هنقف عند ملاحظه مهمه قوي. ساعات يصيب الاماكن الظاهره زي الوجه وظهر الايدين او ظهر الدراعين، وساعات يصيب اماكن داخليه، اي منطقه في الجسم ممكن يصيبها البهاء، اي منطقه بما فيها فروه الشعر، بيبقى الحته اللي فيها البهاء في فروه الراس بتبقى الشعر اللي طالع منها ابيض برضه ما فيهوش الصبغه برضه. يعني دي برضه بنلاحظها، تلاقي المريضه مثلا تقول لك انا لاحظت هنا مثلا في ظهر الايد، ولاحظت هنا في الدراع، ولاحظت حته هنا، لا عرفتها ازاي؟ ان الحته دي الشعر اللي طالع منها كله ابيض. طب بص تلاقي فروه الراس نفسها بيضه في الحته دي، لان هي برضه الصبغه بتاعت الشعر نقصت برضه، اللي بتدي الشعر لونه برضه، الشعر في الاصل برضه لونه ابيض. فهي ممكن يطلع في أي منطقة، لكن لو طلع في المنطقة المعرضة للشمس دي لما نيجي نتكلم عن العلاج تختلف عن علاج أنه ظهر في منطقة ما بتوصل لهاش الشمس. يعني بالبلدي كده البهاء في الأماكن المعرضة للشمس يختلف شوية عن البهاء في الأماكن غير المعرضة للشمس. هل أسباب البهاء إن هو يعني يتكون أصلاً عند الإنسان؟ حضرتك قلت في استعداد من الإنسان، بس هل ممكن ما يكونش في استعداد، ما يكونش في عايز أقول تاريخ مرضي أو وراثة أو ما إلى ذلك؟ هل ده أوبشن إن يكون شخص برضو يصاب بالبهاء؟ يعني الأول مرة في الأسرة طبعاً دي حاجة ملهاش قاعدة. الطب عندنا في مشكلة إنه في حاجات غير قابلة للتفسير. يعني الطب في احوال كتير قوي بيشرح الظاهره، لكن قد لا يكون عنده وصل الى الان الى بدايه الظاهره بدات. يعني هنا احنا بنلاقي ظاهره فجاه، واحد ممكن بعد توتر نفسي يقول لي بعد صدمه نفسيه كبيره، طفل مثلا بابا سافر فجاه. ودي على فكره نقطه مهمه برضو، بنقول لما يجي لنا طفل عنده بهاء نقول للأم دي ممكن تبقى مرتبطة نفسيا. طبعا الخطأ الشائع اللي بتقوله ترد عليه، يعني تقولي وده معقولة الطفل زي ده يبقى عنده حالة نفسية كمان؟ لا بالعكس، الحالة النفسية في البهاء بالنسبة للأطفال أكتر من أو الأمراض الجلدية الناتجة عن حاجة نفسية عموما ممكن تكون أكتر من الرجال من الكبار. ليه؟ لأنه الطفل ما بيقدرش يستوعب كل حاجة. يعني مثلا والده مسافر فجأة لمدة سنة، مش هيشوفه لمدة سنة. الوالد فاهم الموضوع ده بيعمل ليه، مسافر يعمل يكون مستقبل كويس، يدخله مدرسة كويسة، يدخله جامعة كويسة، يجوزه أو إذا كانت بنت. الأم فاهمة ومتحملة، لكن الطفل بقى اللي عنده 7-8 سنين ده عمره ما هيستوعب. وبالتالي فأنا بقول للأم في الحالة دي بالعكس، ده أنت استيعابك لسفر بابا اكبر بكتير جدا من استيعابه هو، وبالتالي اذا كان في حاجه نفسيه هتبقى عنده هو مش عندك انت، تأثر نفسي عنده يعني هو مش فاهم. او طفل اتولد في العيله الجديده دايما بنسال السؤال ده، ولد عنده 5-6 سنين تقول لي ظهر له البهاء كده، اقول لها انت ولدتي؟ تقول لي ده انا والده مثلا من 6 شهور. طبعا كل الاهتمام اللي كان عنده خصوصا لو ده الطفل الاول واخد كل الاهتمام 5-6 سنين، فجاه يلاقي ضيف جديد خد كل الاهتمام بتاع الاسره ومحدش بقى بيسأل فيه، دي حاجة نفسية جدا وكتير قوي بنضطر ندي أدوية نفسية. فإذا ليس شرطا أبدا أنه يكون في نفس الأسرة في بهاء. المضاعفات أو التأثير السلبي للبهاء على الجسم، هل في تأثيرات أخرى غير موضوع اللون اللي حضرتك يمكن شرحته باستفاضة؟ ده سؤال مهم، لأن طالما قلنا أنه ده مرض ناتج عن اضطراب في اتجاه المناعة، يبقى إذن هذا لا يستبعد أو بمعنى أوضح هذا قد
يؤدي إلى احتمال حدوث أمراض مناعية أخرى، مش ضروري صبغة الجلد بس، قد يكون مصاحب مش هو سبب ومش نتيجة، هو قد تكون مصاحب. زي بالظبط واحد عنده قابلية للدواري في الرجلين، الأوردة منتفخة، يبقى ممكن تجيله الدواري في الخصية. مش معنى كده ان دواري الرجلين عادت دواء الخصية، لا، معنى كده انه عنده قابلية عموما في جسمه، الأوردة ضعيفة فممكن تحصل في اي حتة. اذا حصلت حوالين الشرج بيسموها بواسير، اذا حصلت في الخصية اسمها دواري خصي، اذا حصلت في الرجل اسمها دواري الساقين. لكن هي كلها في حاجة مشتركة بينها، ان في ضعف في الأوردة فبتتمدد ما بتتحملش الدم. نفس الحكاية، طالما المريض ده عنده قابلية للاضطراب المناعي في الاتجاه الخطأ، يعمل يأثر على الخلايا الصبغية، ممكن يؤثر على بصيلات الشعر فيعمل ما يسمى بالثعلبة، وممكن يؤثر على خلايا الغدة الدرقية فيعمل نقص في إفراز الغدة الدرقية، وممكن يؤثر على البنكرياس فيؤدي إلى السكر، يقلل إفراز الإنسولين ويؤدي إلى السكر. يعني الأمراض المناعية ليست فقط بهاء ومش بيؤدوا إلى بعض، لكن هي احتمالات. طالما حصل ده ممكن يحصل صاحبه ده، وممكن ما يصاحبوش، ممكن حاجة واحدة هنقولهم، هو رباعي كده شهير قوي، البهاء اللي هي نقص صبغة الجلد، البقع البيضة، الثعلبة اللي هي سقوط الشعر من حتة محددة في فروة الرأس، سقوط مفاجئ لكتلة شعر كده من حتة محددة في فروة الرأس، نقص إفراز الغدة الدرقية، مرض السكر نتيجة نقص إفراز الإنسولين. يعني الجسم هنا في حالة الغدة الدرقية بيهاجم خلايا الغدة فيعمل نقص في إفرازها، الجسم يهاجم البنكرياس فيعمل نقص في إفراز البنكرياس، وهكذا. بشكرك، يعني طبعا توضيح وفكرة ان الامراض بتصاحب بعض او بتلازم بعض، الحاجات المهمة قوي كنا نفهمها ونشرحها مع دكتور حامد. خليني اخد فاصل مع السادة المشاهدين وارجع مع حضرتك مرة تانية، خليكم معنا. البهاق احد الامراض المناعيه، ويمكن فسرنا كلام كتير جدا مع ضيف حلقتنا النهارده. معايا ومشرفني القامه العلميه الرائعه دكتور حامد، استشاري امراض الجلديه والتناسليه والعقم. دكتور حامد، مكملين عن البهاء، وزي ما قلنا يمكن هو مرض مناعي وحضرتك شرحت لنا اسبابه وحدوثه وما الى ذلك، بس من الحاجات برضو عايزين نستفسر عنها في الجزء الثاني النهارده عن البهاق، هل هو مرض مزمن ولا مرض ممكن يجي ويروح ما الى ذلك؟ هو يعني البهاء الحقيقه، ودي نقطه نبقى فاهمينها برضو، هو يعني بيختلف من مريض، ما فيش حد زي التاني، لا في المساحه ولا في السن المصاب بيه ولا في السبب، ممكن يكون نفسي اكتر، ممكن يكون مناعي اكتر، ممكن يجي في كل الاعمار، يجي في كل المناطق، يجي في كل المساحات، وبالتالي كل حاله غير التانيه. عشان كده احنا بنزعل قوي من سؤال تبص تلاقي مثلا كذا تليفون يجي لك او على الواتساب او الماسنجر، انا عندي بهاء. طيب بعد شخصت نفسك يعني له علاج؟ طب هعرف ازاي من غير ما اشوف؟ لا، ما هو لازم تقول لي قبل ما اجي، اذا كان له علاج اجي، اذا ملوش علاج ما اجيش. والحقيقه دي ما بيبقاش ذنب المريض لوحده، فيها ذنب بعض الاطباء الحقيقه بيكئبوا المريض قوي، يعني اقول لا 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 ما تحاولش بقى، ده ملوش علاج. لا، وكل حاله غير التانيه، حسب السن اللي ظهر فيها، حسب المناعه بتاعته، حسب الاماكن، حسب الناحيه النفسيه، حسب ايمانه بانه ممكن يخف ولا لا، لان الناحيه النفسيه مهمه، حسب التحاليل اللي بنعملها، المساحه المصابه ومكانها فين، كل دي كل واحد غير التاني فيها، مثلا في 10 15 نقطة بيختلفوا كلها، فما ينفعش أقول إيه؟ لا أنت ما دام بهاء يبقى ما فيش علاج. ملهاش ملهاش. يبقى أنا قبل ما أجي لك العيادة تقول لي له بهاء ولا لا؟ أقول له طب يعني إيه قبل ما تيجي؟ يعني معنى كده، طب افرض جيت وتأخر العلاج أو ما جابش نتيجة، تقول لي أنت قلت لي إن هيجي، لا قلت لي الواحد يعني مجرد دكتور يعني مش قادر على كل شيء يعني. فدي نقطة مهمة زي ما حضرتك قلت، إن فعلا بتختلف لها مثلا 10 15 عامل بيختلفوا كل حاله فيه عن الثانيه، وبالتالي ما اقدرش احطهم كلهم في مجموعه واحده. البهاء يعني يجي واحد يقول لك ايه اخر علاج للبهاء، ما ينفعش، ممكن حسب المكان بتاعه، حسب الشخص، حسب المناطق،
حسب العلاج اللي خده قبل كده، حسب العلاج اللي ما ينفعش ياخده، يعني في ناس في علاجات ممنوع تاخدها. كل الحاجات دي بتتحكم في تحسن مدى تحسن البحيرة. يعني حاجة بتقول ان برضو ممكن يتم علاجه وممكن لا. بس حتى اللي مش هيتم علاجه، هل مثلا ممكن تخفيف للظاهرة او للبهاء في الجسم مثلا؟ هو ده سؤال مهم. في بقى حاجة مهم قوي كده، احنا هنبدأ فعلا النقطة اللي حضرتك قلتها دي نقطة مهمة قوي ممكن نبدأ بيها، رغم ان دي اللي بننهي بقى بس نبدأ بيها احسن في العلاج. في ساعات البهاء بيقعد يزيد قوي، نبتدي في المساحة يعني، لان هو ما بيعملش اعراض، هو اكتر من هو اللون بيبقى مختلف عن لون الجلد بس. يعني ما يعملش اكتر من كده، ما فيش حكة، ما فيش احمرار، ما فيش حاجة، اللون بيبقى ابيض. فنبتدي نشوف لو البهاء غطى أكتر من 50% من مساحة الجسم، وخصوصا لو في الإيدين والوش اللي هم الأماكن الباينة، بنعمل حاجة عكسية بقى، بنبتدي نفتح ما تبقى من الغامق. ودي حاجة غريبة، دي الوسيلة الأساسية في العلاج، إن إحنا نفتح ما تبقى من الغامق. ليه؟ لأن هي المشكلة في البهاء هي الكونتراست بين الأبيض والغامق، مش الأبيض في حد ذاته. الابيض في حد ذاته ممكن واحده من السويد او النرويج تبقى بنفس لون البهاء، كل جسمها حلوه بالظبط، وبنقول للمريض انت هتبقي زي بتوع السويد. يعني الفكره في التناسق زي ما حضرتك قلت، الفكره ان ما يبقاش فيه لونين بين الالوان. ما يبقاش فيه لونين. فبنبتدي والكريمات او الدهانات او الجلسات اللي بتخلي الجلد الغامق فاتح اسهل بكتير جدا من العكس. يعني عشان انا اشيل صبغه الجلد من منطقه اسهل لي قوي من انا تبقى منطقه بيضه خالص ابتدي اخليها تفرز الصبغه بتاعتها. فلو زاد عن 50% يعني لها قواعد برضو، مش اي حد عنده بقى اقول له تعالى نخليك ابيض زي بتاع النرويج والسويد، لا. لو زادت عن 50% من مساحه الجسم، وخصوصا لو في منطقه معرضه، يعني 50% دول بقى يشملوا الايد والدراعين والوش اللي هي الحاجات اللي باينه، فيقول لي انا بس اللي يهمني ان انا قابل الناس بلون واحد، انا اللي بيضايقني ان في حته لون ودي لون، والعيان بقى والناس التانيه اللي حوالين العيان يخوفوه، لا احنا ما يسلموش عليه، يبعدوا عنه، يتجنبوه. فطبعا دي بتزيد بعيني من المعاناه بتاعتهم اللي طبعا. احنا بنؤكد عليها تاني ان احنا لازم نراعي مشاعر المرضى النفسيه وما التوتر. فاحنا في الحاله دي بنروح مفتحين الجزء الغامق. طيب هل ده له ضرر او حاجه؟ لا ملوش ضرر. هو كل الحكايه بما انه ما بقاش عنده ميلانين، وطبعا لو كانت بنت او سيده هتنبسط جدا، هتلاقي نفسها بقت زي الروسيات والسويديات، ان احنا هنستخدم كريم واقي الشمس باستمرار مدى الحياه، لان الجلد مقاومته للشمس بتنشا من الخلايا المنتجه للصبغه، يعني خط الدفاع الاساسي للجلد ضد اشعه الشمس الجامده. فاحنا لما بنشيله خلاص احنا شلنا كل الميلانين بقى، ما فيش اي خلايا بتنتج ميلانين، فالجسم دلوقتي بقى مفتوح قدام الشمس. بس يعني مش حاجه مضره، ما هو السويديات كده، السويديات ما عندهمش ميلانين اصلا، خلقه ربنا، فتلاقي جلدهم ابيض جدا، وتلاقيهم لو قعدوا في الشمس بتاعتنا 10 دقائق ربع ساعه جلدهم يتحرق. صحيح. فلازم نستخدم كريم واقي من الشمس باستمرار بعد ما نفتح اللون الغامق. طيب خلينا اكلم حضرتك برضو على المراحل. كتير في امراض نقول المراحل البدري دايما بتاثر بالايجاب على العلاج، هل البهاء نفس الفكر؟ هو نفس الفكره بس مش بدرجه جامده قوي، لانه هو بيأثر يعني اللي بيزيد مع المده لو ما خدش علاج فعلا المساحه. يعني مثلا المريض يقول لي ايه، هو بدأ من 4 سنين كان في صباع بس، يجي يقول لي مثلا بقى هنا بقى في ظهري، ده معناه ايه؟ معناه ان معدل زيادته عالي. في مريض تاني يجي يقول لي ايه، بدأ في ظهر الايد هنا ومن يومها في الاربع صوابع دول مش راضي يتحرك عنه بقى له 6 سنين. طبعا ده نبقى مبسوطين جدا طبعا، لان ده البروجنوزس او نتيجه العلاج بتاعته هتبقى احسن بكتير قوي من اللي هو اللي قاعد مثلا كذا سنه وهو لسه يدوبك في حته محدوده، غير اللي قاعد كذا سنه بقى في معظم الجسم. الاستجابه الاولانيه هتبقى احسن قوي. عظيم. حسب المساحه.
طرق علاج البهاء. حضرتك يمكن قلت ان احنا ممكن نعمل ده وهي كانت اخر خطوه للعلاج. اول خطوه ايه بقى يعني؟ اللي احنا مش لازم نفتح الجسم كله، ممكن نعمل ايه في الاول؟ نفتح الجسم كله دي زي ما اتفقنا لما تكون مساحه البهاء اكتر من 50%. افرض انها اقل من 50% وماسكه حتت محدده، وخصوصا في حاجه جيده جدا لما بتيجي البنت او الولد او السيده وعندها تقول لي ده بدا من سنين طويله ولسه زي ما هو، ما في مثلا نقطتين هنا في ظهر الايد ونقطه هنا ونقطه هنا، ببقى مبسوط جدا. معنى كده انه هو معدل مهاجمه الجسم او الجهاز المناعي بمعنى اوضح للخلايا الصبغيه مش عالي قوي، بحيث انها قعدت سنين طويله ولسه في نفس الاماكن تقريبا. يعني العلاج بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان احنا لازم ندي، بما انه هو المناعه دخلت في الاتجاه الخاطئ فلازم نقلل المناعة الخاطئة ديت. هي دي مش مناعة مفيدة، دي يعني مناعة ملهاش أي فايدة خالص، بالعكس ده بتدمر جزء من الخلايا لأنها مش موجهة ناحية أعداء الجسم، موجهة ناحية خلايا الجسم نفسه. اسمح لي. لازم ندي كورتيزون، وهنا بقى دور مهم قوي. زي ما قلت لك إن المريض يا إما ياخد كورتيزون من غير إذن الدكتور، يا إما لما يجي يا إما يرفض الكورتيزون من الدكتور. احنا اللي عايزين دي ولا دي؟ عايزين المريض ياخد الكورتيزون من الدكتور، لا عايزينه ياخده من غير اذن الدكتور ولا عايزينه يرفضه لما الدكتور يكتبه. لان معنى ان احنا يقول لي عين ايه، لا هتكتب الكورتيزون مش واخد، خلاص براحتك. بس دي الف ب مرض مناعي لازم ندخل فيه بالكورتيزون، لان هو بيقلل المناعه الزياده ديت او المناعه الخاطئه بمعنى اوضح. فلازم ندي كورتيزون، كورتيزون بالفم بجرعه محسوبه، وبنعمل معاه التحاليل اللازمه وادويه لتجنب مضاعفاته، اذا كان ادويه لانزال الميه، ادويه مثلا لعدم امتصاص الدهون، ادويه لعدم امتصاص الكربوهيدرات او السكريات، المهم يعني لازم نظبطه مع لما ندي الكورتيزون ده، ولما يبتدي يتحسن نبتدي نقلل الكورتيزون تدريجيا. اظن ان الاعراض الجانبيه هي دايما اللي بتتحكم في ان المريض يتقبل من الدكتور فكره، يعني دايما الكورتيزون معروف عنه اعراضه الجانبيه اللي هي ممكن تبقى صعبه شويه، تدخل الجسم ما الى ذلك. تمام. حضرتك برضو يعني تطمنا من الكورتيزون ازاي لما الطبيب يكتب لامراض معينه الكورتيزون؟ انه لو استخدم من قبل طبيب مختص بالجرعه المناسبه بتاعته المريض ما يقلقش خالص. القلق بيجي من ايه؟ القلق بيجي انك انت بتستخدم الكورتيزون وانت مش محتاجه. تمام. يعني مثلا هقول لحضرتك مثلا يوضح الفكره، في عندنا مرض تاني اتكلمنا عنه في حلقات تانية اللي هو الصدفيه. الصدفيه دي شوف الكورتيزون انا بقول لك بنبدا بيه من الاول وبنعمل تحاليل وبندي ادويه تعوض الاثار الجانبيه بتاعته، يعني نفسنا نديه. الصدفيه بقى الكورتيزون بالفم او الحقن ده كارثه. تخيل بقى يعني مرضين جلديين، واحد الكورتيزون هو الاساس فيه وفي علاجه، الثاني الكورتيزون مش بس مش هيفيده هيضره جدا. لانه في الصدفيه لما بتدي كورتيزون في حاجه غريبه جدا بتحصل، انها بتتحسن جدا بمجرد ما تأثير الكورتيزون راح بترجع، بس بترجع اسوأ من الاول، ما بترجعش زي الاول. يعني اذا كان عنده واحده ترجع خمسه، ده ما بيحصلش في اي مرض غير الصدفيه. فاحنا ممكن نستخدم كورتيزون خفيف كدهان بحيث نبقى ما يعملش اي اثر خالص سلبي. تمام. يبقى كورتيزون دهان وكورتيزون حبوب لازم او حقن، وممكن ندخل كمان بادويه تانية ضد المناعه المضطربه ديت برضو مع الكورتيزون. ليه؟ عشان تخليني اقلل جرعه الكورتيزون. يعني ببساطه من غير ما ندخل في تفاصيل، العلاج كل حالة هو حالة قائمة بذاتها. يعني ما ينفعش أقول إيه يجي عيني يقول لي إيه هو علاج البهاء أو إيه آخر علاج البهاء، عشان نعمم يعني. لا يوم. كل حالة لها حسب ظروفها وحسب مكانها وحسب نسبة تأثر وحسب السن بتاع المريض وكده. خليني ادخل بقى مع حضرتك في جزء اخر كده في حلقتنا النهارده وقبل ما نختمها، هي اسئله الناس. تمام. ودايما الحقيقه بنرحب باسئله الناس لان بنشوف ان هي حاجه بتلمس كل حد. تمام. وكل حد بيتفرج علينا النهارده ممكن حتى يكون بعت سؤال من خلال صفحتنا على الفيسبوك. سؤالنا بيقول ابني عنده 12 سنه وهو عنده 6 سنين اصيب بالبهاء في بطنه منطقه معينه وبعد كده في القدم،
يتحرك في حتة تانية، خايفة يظهر في وشه وإيده أو في أماكن تانية، عشان كده زمايله ممكن يبتدوا يعني يتكلموا عليه يتريقوا عليه أو ما يبقوش في حال جيد مع الأصدقاء. إيه الحل لحاجة زي كده؟ طبعا دي زي ما قلنا حاجة كويسة جدا، يا دوبك رجله وإيده وبطنه، يعني الحمد لله حاجة محدودة مع انها من 6 سنين. يبقى احنا بنطمن المدام اللي بعتت السؤال ان هو طالما الموضوع على مدى 6 سنين يدوبك في منطقتين بس، يبقى دي من العلامات الكويسة قوي. الحاجة التانية بنحتاج نعمله بعض التحاليل المناعية علشان نتأكد من السبب المناعي اللي عمله. الحاجة التالتة بنعمل تحاليل وبنعمل كمان نشوف ايه العلاج اللي خده قبل كده. ساعات بيبقى فيه العكس، ساعات اللي بيطلع في الايد زي ما قلنا بيبقى مشكلته في ايه، انه في وسيلة علاجية ما بحبش استخدمها، انه يدهنوا له مادة معينة ويعرضوها للشمس، قال يعني عشان تمتص أشعة الشمس وتغمقها. عيب المادة دي انها بتعمل حرق ساعات وتسلخات في الجلد، ويفضل الجلد ابيض برضه، يعني ما بتعملش حاجة اكتر من كده، وساعات تغمق الحروف بتاعته. فيبقى عندك 3 ألوان، دي أخطر حاجة بقى وأسخف حاجة. العين يقول لك بعد ما حطيت المادة اللي هي بتتعرض للشمس بعدها دي، كان عندي أبيض وحواليه الجلد، دلوقتي بقى أبيض وحواليه رينج كده سمرة وبعدين الجلد، يبقى في 3 ألوان مش لونين، فما اديتش النتيجة خالص المرجوة، بالعكس أسوأ أسوأ من الأول. فكل حالة بالنسبة للأخت اللي اتصلت أو بعتت الرسالة ديت الأم دي طبعا هتجيب نتيجة حلوة أو إن شاء الله. طيب عندنا أيضا تساؤل تاني أو استفسار من حد تاني. عندي 28 سنة وعندي بهاء تقريبا في كل وشي جزء من شعري، حالتي النفسية صعبة، عندي اكتئاب، وإن الأسباب النفسية دي قد إيه بتأثر دكتور حامد، إزاي أتعامل مع ده وانا عارف ان نسبه الشفاء منه ضعيفه؟ لو نسبه الشفاء منه ضعيفه برضو لازم عندنا امل في ربنا، قد انت نفسك قلت اهو ضعيفه، يبقى اذا مش منعدمه. الحاجه الثانيه لازم نعمل لك بعض التحاليل وناخد العلاجات مظبوطه من 3 شهور ل6 شهور او حتى سنه، وبعد كده نقدر نحدد اذا كانت نسبه الشفاء ضعيفه ولا لا. سؤال آخر، بنتي عندها 17 سنة، من حوالي شهرين لاحظت أن دراعها فيه لون فاتح عن باقي البشرة، هل دي بداية للبهاء؟ ولو كده إزاي ما نوصلش للمرحلة اللي بعد كده؟ اللون الفاتح عن بقية البشرة ده يختلف شوية عن لون البهاء. البهاء بنسميه ميلكي وايت، يعني لون اللبن. ممكن البنوتة دي تكون عندها نوع من الفطريات الملونة، بتبقى الصبغة فيها ضعيفة شوية، بس مش بسبب مناعي بقى، بسبب ان الفطر نفسه بيموت الصبغة شخصية مباشرة، الفطر او التينيا اللي على الجلد بتموت الصبغة. فممكن ده تكون تينيا ملونة، تكون حالة بسيطة جدا، نديها مضادات للتينيا او الفطريات وشامبو طبي تروح خالص، يعني ممكن مش اي بقعة. دي نقطة مهمة او بنشكر السيدة على اتصالها، مش اي نقطه فاتحه على الجلد معناها بهاء خالص. بشكرك. طيب يمكن اخر سؤال معانا النهارده، هو عندي بهاء من حوالي 3 سنين، اخذت كريمات ومراهم. متهيألي حضرتك برضو في وسط الحلقه يمكن يكون جاوبنا على بعض الاستفسارات دي، بس دي حاجات حقيقيه واضحه، كريمات ومراهم كتير مفيش فايده، هل في دواء بيقلل انتشار البهاء؟ تمام، طبعا سؤال مهم. طبعا الكريمات والمراهم في البهاء مفيش فايده طبعا. الناس اللي فاهمه ان الامراض الجلديه بما انها على الجلد بحط لها حاجه، فكره خاطئه جدا. الجلد 100% من حالاته لازم تتعالج بعلاج داخلي، سواء حبوب او حقن، مع العلاج الموضعي. فطبعا لو استخدمنا علاج حبوب او حقن تتحسني جدا ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا دكتور حامد، بتهيألي يعني الحلقه كانت عايز اقول دسمه جدا. مرض البهاء يمكن مش منتشر بشكل كتير لكن ايضا موجود، فبرضه نبقى عارفين وعارفين اسبابه وعارفين شكله ايه، ونقدر نستفسر او من الدكاتره المتخصصين. زي ما دكتور حامد يمكن اشار في فكره ان لازم نروح للطبيب، بتختلف من شخص لاخر، وحتى استجابه المرض او العلاج بيختلف من شخص لاخر. بشكر ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ دكتور حامد عبد الله، استشاري الامراض الجلديه والتناسليه والعقم، كليه الطب جامعة القاهرة. بشكر حضرتك مرة تانية دكتور حامد، شرفتنا جدا بالحضور، وكان حلقتنا عن مرض البهاء أظن هي كانت حلقة دسمة جدا. يا رب كل الذين تشرفوا وشاهدونا النهاردة يكونوا هم كمان استفادوا من ده. بفكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك برنامج صحتك بالعربي، ياريت برضو تتواصلوا معنا، أي استفسارات أي أسئلة ياريت تتوجهوا بيها، وإحنا كمان بنوعدكم إحنا هنجاوب عليها مع المتخصصين والأساتذة اللي بيشرفونا في حلقة كل مرة وكل حلقة وكل يوم.
بندعوكم لحلقات قادمة وموضوعات طبية جديدة. نشوفكم الحلقة الجاية مع برنامجكم صحتك.